السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل في محكم التنزيل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا سبحانه وتعالى لا يسأله المؤمن لماذا أحل هذا وحرم ذاك، ولماذا شرع هذا وأبطل ذاك سبحانه وتعالى. فإن الله جعل السنة 12 شهرا،
هي أشهر الحرم كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ثم قال منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم المشهورة المعروفة العرب في الجاهلية تلاعبت بها أخرت ما شاءت وقدمت متى شاءت فكان إذا جاء شهر الله المحرم وأرادت العرب أن تغزو قبيلة أخرى وأن تعتدي على قبيلة أخرى قالت هذا الشهر شهر الله المحرم الأخيرة إلى شهر صفر تسمى النسيئة فقال الله إنما النسيء زيادة في الكفر لأنهم يؤخرونه عاما ويحلونه عاما نسأل الله السلامة والعافية حتى اختلطت الشهور عند العرب فصفر الذي هو ليس من أشهر الحرم جعلوه شهر الله المحرم ودفعوه وأخروه فصار من الحجة ليس من الحجة فاختلطت الأيام والشهور حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة المباركة في حجة الوداع قال كما جاء في صحيح البخاري إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر أي رجب بعيد عن هذه الأيام عن هذه الأشهر المتتالية في حجة الوداع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم رد الله الشهور إلى أصلها وإلى مكانتها فالشهر الذي حج فيه رسول الله هو ذو الحجة حقا وعدلا واليوم الذي وقف فيه يوم عرفة 9 من ذي الحجة هو يوم عرفة حقا وعدلا ثم مشت الشهور إلى أن وصلت إلينا تامة لا خطأ فيها ولا نسيها ولله الحمد أولا وآخرا ثم وصلنا إلى هذا الشهر شهر رجب الذي هو بعيد عن الأشهر 3 المتوالية لو تأملت أيها المسلم الكريم لوجدت أن العام عند المسلمين يبدأ بشهر الله المحرم هو بداية العام الهجري ثم في وسطه الآن هو شهر رجب نحن الآن في وسط العام الهجري هو شهر الله رجب ثم في آخره شهرين ذو القعدة وذو الحجة وقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى من الحكمة العظيمة أن الله بدأ عام المسلمين بشهر محرم وجعل نصف شهر محرم وجعل آخرين شهرين محرمين إنها حكمة عظيمة معاشر الإخوة الكرام لكي يراجع المؤمن نفسه في كل هذه السنة من أوله ونصفه وآخره ولماذا في آخره شهرين؟ لأن الأعمال بالخواتيم كما يختم لك إن شاء الله في عمرك بالتقوى والإيمان والرجوع إلى الله وعلى الموت بلا إله إلا الله فهذه الخاتمة الحسنة تجب وتمسح ما كان قبلها من نقص وذنب وغير ذلك من السيئات أيها الإخوة الكرام شهر رجب نعم من أشهر الله الحرم المعظمة لكنه لا يجوز للمسلم أن يصنع فيها ما لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك من جهل العامة ابتدعوا في رجب لما لم يكن منه حتى قال العامة قالوا هذا ما يعجبه العجب وما الصيام في رجب هذا المثل غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت قط أنه صام رجب أو اعتنى برجب صياما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه الشهر الذي بعده شعبان نسأل الله أن يبلغنا إياه ويبلغنا بعده رمضان يا رب العالمين شعبان نعم اهتم به صلى الله عليه وسلم وصام وحث على صيامه أما رجب لم يثبت وأظن والله أعلم أن الناس ابتدعوا في رجب ما ليس منه لأنه جاء منفردا منعزلا ليس مع الثلاثة الأخرى وهذا من عادة بعض الناس إذا وجد شيء منعزل منفرد قال لعل في انعزاله وانفرده
وفراده حكم لا نعلمها، ثم ابتدع فيه ما ليس منه. بعض الناس ابتدع صلاة غريبة تسمى صلاة الرضائل، يصلون 1000 ركعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، وبعضهم يحث نفسه وأولاده على صنعان الصيام مبارك وفيه أجر عظيم، لكن الذي لا يصوم السنة كلها ثم يصوم فقط في رجب ظنا منه أن صيام رجب له فضل، يقال له خالفت السنة ولم تقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت عندك طاقة الصيام اجعلها في شعبان، وما أدراك ما شعبان. إذا أيها الفضلاء، ماذا نصنع في هذا الشهر رجب العظيم المعظم؟ ماذا يصنع فيه المؤمن؟ قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم سميت أشهر الحرم لسببين اثنين. السبب الأول أن هذه الأشهر معظمة معظمة محترمة عند الله سبحانه وتعالى، والسبب الثاني أن الوقوع في الذنب وظلم النفس هو شيء عظيم. أيها الإخوة الكرام، الذنب عموما لا يجوز للمسلم أن يصنعه، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لا ينبغي للمسلم أن يظلم نفسه بالذنب، هو محرم في جميع السنة، لكن في رجب أشهر الحرم هو أشد حرمة وتعظيما. إن أردت مثلا فاسمع لهذا المثل: قتل المسلم حرام وهو من أعظم الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو رجل قتل محرما حاجا عند بيت الله الحرام، أيستوي الذي قتله وهو يطوف بالبيت محرما ملبيا كالذي قتله في بلد آخر القتل؟ كلاهما ذنب عظيم، لكن الذي صنعه في بيت الله الحرام وهو ذلك متلبس بالحج والطاعة فقتل، هذا أشد ظلما واعتداء، وإن كان القتل كله حرام. كذلك الذي يصنع في شهر رجب وأشهر الحرم الذي يقع في الذنب هو ذنب، لكنه يزيد حجمه ويكثر ذنبه في شهر الله رجب. الذي يقتل في باقي الأشهر حرام وإثم عظيم، لكن الذي يقتل في رجب إثمه أعظم. فلا تكون العرب في الجاهلية أفضل منا حالا، ونحن أهل الإيمان والإسلام. كان العرب في الجاهلية يزورون بيت الله الحرام ويطوفون به في 4 أشهر، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، فيخرج الحجاج وهم مشركون يطوفون على القبائل، يطوفون على القبائل مطمئنين لا يمسهم أحد، يقولون شهر الله المحرم. كذلك رجب إذا مرض يعتمرون فيه في وسط السنة ثم يخافون، إلا من كانت له قوة وقدرة وطاقة وسلاح وعتاد وعدة يخرج ولا يبالي. فلا يكون العرب أفضل منا حالا أيها الإخوة الكرام، يعظمون أشهر الله الحرم ونحن نعتدي بها بأن نتحدث أعراض الناس وأن نقتل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك العرب كانت في شهر الله صفر الذي بعد محرم كانوا يتشاءمون فيه ويكرهون، حتى جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا صفر، أي لا ينبغي للمسلم أن يتشاءم في سفر، لأنه من الأشهر التي خلقها الله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله وكله. لماذا العرب كانت تتشاءم بشهر الله سفر؟ لأنه بعد المحرم يبدأ الغزو والقتل والاعتداء وغير ذلك، فكانوا يكرهون ويتشاءمون منه لأنه شر قادم عليهم، فنهانا عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يكون أهل الجاهلية في أشهر الحرم أفضل منا معاشر الإخوة الكرام. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا يظلم المسلم نفسه. كيف ذلك؟ ظلم النفس أن يفعل ما حرم الله وأن يترك ما فرض الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم تستغفرون إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا يظلم المسلم في أشهر الله الحرم لتكون له قوة وعتاد بعد شهر الله الحرم فيؤذن نفسه. الظلم معاشر الإخوة الكرام إما أن يكون ظلم داخل قلبي، أو أن يكون قل، أو أن يكون ظلما ظاهر. أما الظلم الداخلي القلبي أعظمه الشرك، لأنه ينبعث من القلب فيعظم ما لا يجوز تعظيمه من هذه الأوثان وهذه المعبودات الضالة. لذلك سمى الله في القرآن الكريم الشرك بالله ظلم، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما يبدأ المؤمن في شهر الله رجب وغيره من الأشهر المحرمة، فتكون قوة لما بعدها أن ينظر علاقته مع الله وتوحيده بالله، وليكن أول ما يبدأ به لسانه، فليتلفظ هذا اللسان بالألفاظ الشركية التي كثرت الآن في مجتمعاتنا، ولعل أبسط الأمور التي قد يحتقرها كثير من الناس هي أيها الإخوة الكرام الحلف بغير الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. لا يجوز أن تقول والنبي وأبي وأمي إلى غير ذلك. نهانا عليه الصلاة والسلام الذي يجوز له أن يحلف بالمخلوقات هو الله والشمس والضحاها والليل إذا يشاء، فوربك فلا عمرك، أقسم الله بعمر الرسول، الله الذي يجوز. أما نحن لا نعظم إلا الله سبحانه، فلنبدأ بهذه الأمور. وأيضا خوف من البشر كالخوف من الله، وتعظيم البشر كتعظيم الله، كل من الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. ثم النوع الثاني من الظلم ظلم النفس، وهو أن يريد النفس مهاب المهابه، أن يأمره الله، أن يأمر الله هذه النفس بما أحل الله فيترك الحلال، ويحرم الله على النفس الحرام فيأتي الحرام ويترك الحلال. هو من أعظم الظلم معاشر الإخوة الكرام. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يحرم على الناس شيئا إلا وأعطاهم بديلا أفضل منه سبحانه. لم يحرم الله شيئا على الناس إلا وأعطاهم بديلا أفضل منه. فحرم الله على الناس، أعزكم الله، الزنا فأباح لهم الزواج. حرم الله على الناس أكل أموال الناس بالباطل فأحل لهم التجارة والوقاية والمبايعة إلى غير ذلك من الأمور معاشر الإخوة الكرام. فلا يجوز للإنسان أن يقول لن أتحلل، لا، إلا المضطر الذي يخشى الموت، هنالك يأكل الميتة والخنزير ولحم الكلب وغيره. أما وأنت مطمئن فإن الله عز وجل لم يحرم شيئا إلا ووضع له بديلا. إنه رجب أيها الإخوة الكرام، وكثير من السلف رحمهم الله شهر رجب كانوا يسمونه شهر الزرع، كانوا يزرعون في شهر رجب، وفي شهر شعبان كانوا يسقونه، وفي شهر رمضان كانوا يحصدونه بالطاعة. أي أنه من أراد أن ينافس في رمضان فليبدأ الآن في رجب، في كثرة تلاوة القرآن، في كثرة التوبة والاستغفار، وهذا من ثمرات الأشهر الحرم، لأنك لست معصوم ولن تكون معصوم، وستقع في الخطأ وستقع في الزلل والذنب. ما هو الحل؟ أنك إذا تذكرت في رجب تسارع في التوبة والاستغفار في كل حين. اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يعظم الأشهر الحرم وينزلها منازلها، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك في هذا الشهر، شهر الله رجب، اللهم إنا نعوذ بك فيه من ظلم أنفسنا وفي ظلم غيرنا والاعتداء على أعراض إخواننا. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم يا سميع الدعاء، وفقنا في شهر رجب إلى كل الخيرات وامتثال كل الطاعات واجتناب كل الذنوب.
وسائر بلاد المسلمين. اللهم انشر في بلاد المسلمين الأمن والإيمان. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الهم والغم والزلازل والفتن والمحن والغلا والزنا وكثير من المحرمات. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم بفضلك وجودك وكرمك بلغنا شهر رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه. يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء، اللهم كن للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في بلاد الشام سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده وشبيحته، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك فيهم ولا تغادر منهم احدا. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود المعتدين يا قوي يا عزيز. اللهم كن لاخواننا المسلمين في اليمن، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على المعتدين المشركين يا رب العالمين. اللهم كن لاخواننا في العراق، وكن لاخواننا في افريقيا، وكن لاخواننا في بورما، وكن لاخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم وفق ابناءنا وبناتنا في هذه الايام في اختباراتهم، اللهم وفقهم، اللهم سدد اقلابهم، اللهم صوب اجوبتهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم وفق ابناءنا وطلابنا في هذه الايام الامتحانات، اللهم وفقهم في امتحاناتهم ووفقهم في دراساتهم، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم افتح لهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم علما نافعا وعملا رافعا يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم يا سميع الدعاء اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم البسه لباس الصحه والعافيه، اللهم انزل على قلوبهم واجسادهم واعضائهم الصحه والعافيه والقوه يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم اني نسالك الخير كله ونعوذ بك اللهم من الشر كله. عباد الله، ان الله تعالى يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون وكل صلاتكم يرحمكم. بسم الله. غير المغضوب عليهم
سمع الله لمن الله Mm-hmm.